كنبغي نشكر الموقع ديال شوف في على هذه الاستضافه هذه انا صراحه بغيت غير نور الراي العام الرياضي المحلي بمدينه اسفي والجهاوي على حسب عصبه دكال عبده اقاليم من اربعه ما ما هنا باش نرد على بعض التفاهات اللي قاموا بها واحد اربعه ولا خمسه الانديه داخل عصبه الدكال عبده اللي الغرض ديالهم معلوم وعرفنا شكون الناس اللي دافعين بهاد الناس باش يديروا هاد هاد العراقيل لعصبه الدكال عبده الحمد لله الراي العام الرياضي كامل ولا السلطات المحليه داخل الاقليم اما الجديده او سيدي بنور او اليوسف تعرفوا القانونيه ديال العصبه لا داعي لذكر القانونيه ديالها بحكم اننا كنتوفروا على مجموعه ديال الوثائق قانونية ديال عصبة الدكالة نتوفر على وصل آه نهائي ديال عصبة الدك... مكتب عصبة الدكالة عبدة نتوفر على اعتراف من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كأعلى جهاز وصيد الرياضة في المدين في المغرب عندنا تقرير مفصل ديال وزارة الشباب والرياضة اللي كانوا حاضرين معنا في الجامعة العام هذا الشيء ما يمكنش فيه شي واحد ما إلا شي واحد اللي عنده شي أهداف أخرى ما وراء السيطار آه كان وقع البارح واحد نهار الجمعه على ما اعتقد وقع واحد اقتحام ديال دي اه واحد المجموعه ديال الاخوان اللي هما تقريبا شي اربعه شي الانديه هما اللي كانوا كانوا جامعين معاهم شي ناس اللي ما عندهم حتى علاقه بالعصبه بتاتا واحد مجموعة ديال الناس راه ظاهرين في الفيديوهات اللي ما لهم حتى شي علاقه وما عندهم حتى بعصبه الدكه لاعب ديال كره القدم جاو غير باش ياثوا ذاك الفضاء باش يبان الزخم ديال الناس اه الحمد لله جميع الفرق ديال ديال جميع رؤساء الفرق ديال الاقليم اسفي واليوسفيه كانوا غائبين على هذا اللقاء لانهم عرفوا الحقيقه وكيدعي راسه رئيس فرع الوهمي، رئيس فرع المزعوم، حنا ما عندناش شي فرع هنا بمدينه اسافي، القانون الاساسي ديالنا واضح ديال القانون الاساسي دي عصبه الدكان عبده لها فرع وحيد بمدينه الجديده والمقر الرئيسي بمدينه اسافي، لا يعقل وحتى من من ما يقبلهاش المنطق ان مقر رسمي داخل مدينه اسافي وغيخلق فرع. اش بغا يدير هذا الفرع وما مادام المقر الرئيسي كاين هنا وحتى كاين واحد التساؤل عند واحد علامه استفهام واحد التساؤل كبير هو هذا الفرع لما نتابع حنا كجهاز وصي ما دايرين حتى كين شي فرع هنا واش كاين شي فرع كيحكم في العصبه الاصل ما عمر الاصل الفرع ما كيحكم في الاصل الفرع كنديروه حنا خارج التراب ديال 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 مدينه اسيما نقدروا نديروا فرع في اليوسفيه نقدروا نديروا فرع في الشماعيه نقدروا نديروا فرع في سيدي بن نور عندنا فرع في الجديده اما اسفي ما كاين حتى شي فرع هادو ناس خسروا في انتخابات ما ساعدهمش الحظ ما مشاوش ما لقاوش كيديروا تيجمعوا اغلبيه في انتخابات ملي خسروا بداو كيديروا لنا العصا في الرويده ودافعينهم الناس اللي كانوا كيسيروا العصبه السابقه اللي دوزوا واحد 21 عام ديال العذاب الاليم على الانديه و21 عام ديال 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 الاختلالات كنقولها وكنعاود اختلالات في التسيير المالي في التسيير الاداري عشوائيه اضطهاد كنقول الطيهات ديال رؤساء الفرق وغتجي واحد الوقت اللي غادي يجيب رؤساء الفرق اللي كانوا كيطاهدوا داخل عصبة الدكة عبده اللي كانوا كيجيبوا كي مخصو إلا بغى يدخل لعصبة الدكة عبده خصو يجيب الزيت والبيض والزيت والدجاج واللحم والبنات ديال المازوط عدد ديال الحوايج ممارسات مشينة كانت كتمارس داخل عصبة الدكة عبده وكاينين رؤساء الفرق اللي كيشهدوا على هادشي عصبة الدكة عبده مارست البطولة العام اللي فات بطولة تحت لواء الجامعة الملكية راه لا لا يعقل أن العام اللي فات طلعت النادي الإسماعيلي اللي كتنضاوي تحت لواء عصبة الدكاله لاعب كتلعب دابا في القسم ديال الهوات وتيجي واحد تيقول عصبة ماشي قانونية على إحنا ماشي قانونيين وفرقة كتطلع عندنا الهوات ومارسنا البطولة وكملنا لولا جائحة كورونا لما توقفت البطولة والحمد لله عطينا الفائز بالبطولة ومشى طلع القسم الهوات هذا خير دليل اللي غيسكت الفهم وما يقولوا العصبه ماشي قانونيه عندنا فريق كيمثل اسفي كيمثل الجهه العام اللي فات في البطوله اللي لقسم الهواة هذا هذه من جهه من جهه اخرى ان السي هاد السيد المزعوم اللي كيقول كي رئيس فرع راه هو ديجا العام اللي فات فريق ديالو دار بالوثائق دار اعتذار عام كفريق والقانون ديال الجامعه الملكيه واضح الفريق اللي كيدير اعتذار كينزل القسم الموالي وكيتحكم على المكتب ديالو بعدم ممارسه تسيير داخل الفريق مدة ثلاث سنوات كيف يعقل لهذا السيد انه يجي دابا يقول لك انا كنمثل الانديه والمهزله العظمى لو كان هاد السيد كيحشم كان يحضر راسو ويمشي في نهار الجمعه راه حضروا ليه ثلاثه الفراقي من من وسط من 36 فريق ديال ديال اللي كينتمي للاقليم اس كنقول لك على الاقليم اسفي واليوسفيه ما على الناس ديال الجديده هاد الناس كلهم وعاو وعرفوا بمصلحتهم في كينا وعرفوا بان هاد السيد غير كيخرف وعرفوا بان لا اساس له من الصحه وها هما كاينين عندنا بغيت نوريكم ها هما كاينين عندنا 36 نادي كيف ما كتشوفوا 36 نادي ها هي مقعه ما كتعترفش بالفرع لا وجود له ها ما كتشوفوا فيهم ها ما اقليم اليوسفيه سبعه الفروق باقليم اليوسفيه ما كيعترفوش بهذا العرف اللي كي هذا الفرع اللي كيتزعمو سمير وابي ها لائحه اخرى بيان توضيح تا هو ديال الفروق ديال الاسفي والمناطق المجاوره به كلهم ما كيعترفوش ها البرنامج العام الرسمي الى في الخانه الاخيره كان اعتذار رسمي ديال ديال نادي امل الصويريه كيفاش كيفاش هذا السيد بغى يضحك على الراي العام الرياضي وبغى يقول لهم بان العصبه غير قانونيه والفرع المزعوم قانوني انا راه اول مره كنسمع هضره ان فرع بغى يحكم في عصبه في الجهاز الوصي يعني هادشي يعني صراحه وصلنا لواحد مستوى منحط وكاينين شي ناس هنا الله يهديهم يعني شوهوا بمدينه اسفي وطيحوا صراحه طيحوا علينا الدل لان الناس كيعيطوا علينا من مناطق اخرى اخبارنا وصلت المغرب كامل اخبارنا في الجرائد مجموعه ديال إحنا بغينا الفروق ديالنا الضامن والاجتماع على اساس اننا نناضلوا لان حنا في واحد واحد المنعطف خطير لانه غدا ولا غدا يكون تقسيم الاداري وغير قانا حنا مشتين ورا ما غادي ناخذوا لا عصبه ما غادي نمشيو لمراكش ما غنديروا والو